تقارير. كلمة فلول بقينا بنسمعها منذ 25 يناير وهي معناها بقايا نظام سابق. 25 يناير قامت علشان تحاكم نظام مبارك أو تسقطه، وفي ناس كتير بتقول إن الأيام دي بدأ الفلول يرجعوا تاني. مش عارفين بقى الفلول دول هل هم راجعين فعلا تاني ولا راجعين فقط ليشوهوا ثورة 30 يونيو. خلينا نشوف التقرير ونعود مرة أخرى، ابقوا معنا. إسقاط نظام مبارك ومعاقبة رجاله كان على رأس المطالب التي من أجلها قامت ثورة 25 من يناير، لكن الآونة الأخيرة شهدت عودة بعض من رجال هذا النظام للظهور على الساحة الإعلامية، وهو ما أثار حفيظة البعض وترحيب البعض الآخر. الناس فائت بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو، شعب وعي وصحي ولا يسمح أبدا إلا بكل من هو يخدم الوطن، إنما أي فلول ولا أي حد تاني يعني خلاص خد دوره واتكشف خلاص. مين هم رجال مبارك؟ أحمد عز، زكريا عزمي، فتح سرور. الناس دي لو اديتها فلوس دلوقتي عشان ترجع تصور مع حضرتك دلوقتي مش هتوافق. الناس دي كفاية اللي جرالها، كفاية اللي حصل لها، الناس دي عايزة تعيش في حالها. إذا كان الشعب المصري لفظ الفلول أو الإخوان أو غيرهم من الفصائل التي كانت لا تعمل لصالح الوطن، لا شك أن هذه الفصائل ستظل مرفوضة من قبل الشعب المصري. سواء الفلول موجودة رجعت أو لم ترجع، الكل أمام القانون واحد. لو في حاجة تدينهم يتحكموا زيهم زي غيرهم، لأن الظلم لا، الظلم لا، الكل أمام القانون سواسية. ما أعتقدش أن رجال مبارك هيعودوا تاني بنفس الأسلوب بتاعهم. العودة كلها للشعب المصري بأسلوب جديد، بصورة جديدة. فرجال مبارك بأسلوبهم القديم استحالة أن الشعب هيقبلهم مرة تانية. فاللي موجود دلوقتي كله أن الشعب لازم يصور ويبدأ ثورة جديدة من داخله. فمفيش حاجة اسمها رجال مبارك ولا رجال مرسي. المفروض رجال مصريين، كل رجال الأعمال يبقى رجال مصريين بيحبوا مصر وبيشتغلوا عشان مصر. مفيش حاجة اسمها رجال مبارك، العصر ده انتهى وكلنا نهيناه. رغم الإحباط الذي يعانيه كثيرون بسبب عودة رجال مبارك للظهور، إلا أن البعض منهم لا زال يعلق آمالا على القضاء المصري لمعاقبة من تسببوا لسنوات في إفساد الحياة الاجتماعية والسياسية.